مشاهدينا إلى جولة مع أهم وآخر أخبار الاقتصاد لهذا المساء، وبدايتها بالعناوين. محاولات مديرية الزراعة في اللاذقية تستمر لتحسين أسعار الحمضيات وزيادة التسويق، ووجع المزارعين لا يزال قائماً. اتحاد شركات شحن البضائع الدولي في سوريا يناقش واقع عمل الاتحاد والصعوبات التي تواجهه وخطة عمله القادمة. أهلا بكم إلى التفاصيل. توقعات بانخفاض كميات الإنتاج من محصول الحمضيات لهذا العام نتيجة الأحوال الجوية التي طرأت خلال العام، فيما تقوم الجهات المعنية بتذليل الصعاب أمام تسويق المحصول الحالي حتى نهاية الموسم، وسط معاناة كبيرة للفلاحين نتيجة عدم تكافؤ سعر التسويق مع تكاليف الإنتاج. معاني من الشرح، معاني من غلاء المازوت، أجور نقل، عم ناخده على السوق ما عم يجيب الكلف. موجود تجار فيهم بيسوقوا للليمون، بس نحن بدنا قرارات حكومية. ما زالت بعض المعوقات تؤثر على عملية تصريف منتج الحمضيات عند المزارعين في محافظة اللاذقية، وتتقدم هذه المعوقات المحروقات والتي باتت مشكلة تتفشى في مفاصل الحياة، إلا أن محاولات تستمر لتحسين الأسعار وزيادة التسويق كما ترويها مديرية الزراعة. حالياً واقع تسويق الحمضيات واقع مقبول، ما رح نقول جيد، بنفس الوقت ليس سيئاً لعدة أسباب. أولاً قلة الكميات المطروحة، هي أمر بيؤدي لناحية يعني بتأثر على الأسواق جيداً. ثانياً نحكي بالحق الإجراءات الحكومية المتخذة من تخفيض السعر الاسترشادي، من دعم وسائل النقل، من تخفيض الرسوم، من جملة من الإجراءات انعكست إيجاباً. يعني هلا بدون المازوت هلا حالياً بالسوق السوداء 130,000 اليوم، بدون البنزين 200,000، وسياراتنا الزراعية الخاصة كلها على البنزين والمازوت. يعني هلا واقفين ما فينا ننقل خضارنا على السوق، والتاجر بده يشتري ما في بينقل خضاره على بقية المحافظات، يعني هذا بيلعب دور رئيسي بالأسعار. ولكن الوجع لا يزال قائما في حنايا البساتين وفي زنود المزارعين، وهذا الوجع يعبر عنه أصحابه الذين باتت مشكلة الحمضيات أرقا لهم. يعني الله يساعد المزارع عم يجيب همه، شايف كيف؟ أجار غالي، النقل، العمال، كله تكلفة على الفاضي. يعني أنا ما استفدت شيء إلا التعب والمقت. أنا من الساعة 7 بالأرض الله وكيلك لهلق عفن جال القهوة، شايف كي؟ يعني ماني الله وكيلك ما جيب همي. يعني من داشد مثل ما بيقول لك يا عمي، الدولة تحس بالمواطنين، تحس بالشعب اللي عايف حاله لا كهرباء لا مازوت لا بنزين ولا أي شيء. حرام يا عمي حرام، المزارع انت على أنفاسه. يعني انا الليمون هذا الله بقول لك ما بجيب همه، محرم انا كذا الليمون 600 درهم كلفتني انا هاكل حزبي. حرام يا عمي، لكن زرنا نتفل للمزارعين، نزرنا للشعب اللي عايف حاله. فتح المعابر على المنطقه الشرقيه ورفع التكلفه عن الزائده على خط العراق. ليش؟ لانه رحنا بنحمل على العراق وعندنا خط بنحمل على العراق، بنتفاجئ انه الرزق من دول الثانيه اللي عم يوصل على العراق ارخص منا بكثير بسبب انه ما في تكلفه. نحن الكيلو عم يروح من 600 ل 800 ليره كرمنتينا والاساس توما واللي تقريبا برا الحامض، تكلفتك قطافه ونقله وحق العبوات 400 ليره، يعني ان بيضل لك 200 250 ليره، وهذا شيء يعني ما له منطقه تجاه كل الاسعار. اللي هو بيحق 1200 ليره سوري، اجره النقل من الرهبي مفرع الاقايبي لهون بده 40,000. يعني الواحد بيطلع آخر المطاف وحواش كمان عجل عامي 35,000 آخر المطاف بيطلع لبعك ولا عليك. إنه هالمادة هذه إلى قول حل. حرام كيلو الليمون يكون ب 600 ليرة، حرام كلفة الشرحة 1100 1200، العامل 20 25,000 عم ياخذ. الحمضيات ما بين الوجع من جهة ومحاولات المسؤولين من جهة أخرى، في أمل أن تكون المنتج السليم الذي يعود على أصحابه بالفائدة والمنفعة. من اللاذقية باسم عباس، قناة السما الفضائية.
ناقش المجلس الأعلى للرقابة المالية التقرير العام عن الحساب الإجمالي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021، ويكون بذلك قد تم طي صفحة التراكم بشكل كامل والعودة دستوريا إلى إجراءات قطع الحساب العام للموازنة العامة للدولة. وقد أقر المجلس الأعلى مشروع التقرير العام عن الحساب الإجمالي بالإجماع بعد مناقشته بشكل مفصل، هذا وقد قرر إحالته إلى رئيس مجلس الوزراء مع مشروع القانون لاستكمال أسباب صدوره أصولا وفق ما نصت عليه المادة رقم 8 والمادة رقم 30 من قانون الجهاز المركزي. هذا ويشار إلى أن المادة رقم 82 من الدستور السوري نصت على ما يلي: تعرض الحسابات الختامية للسنة المالية على مجلس الشعب في مدة لا تتجاوز العام منذ انتهاء هذه السنة، ويتم قطع الحساب بقانون، ويطبق على قطع الحساب ما يطبق على الموازنة في الإقرار. أصدرت الهيئة العامة للضرائب والرسوم مع بدء تطبيق منظومة الربط الإلكتروني التعليمات الناظمة للمكلفين الذين تستدعي طبيعة عملهم تصريف منتجاتهم عبر مندوبي المبيعات ومراكز التوزيع على اختلاف أشكالها، ولا يمتلكون نظاما إلكترونيا لإدارة مراكز التوزيع. ويتوجب على هذه الفئة من المكلفين استخدام لصاقات رمز الاستجابة السريع QR المطبوعة مسبقا من قبل الإدارة الضريبية على نسختين متماثلتين للرمز والرقم المعرف، واتباع الخطوات الإجرائية لجهة تقديم طلب إلى مديرية المالية بالمحافظة التي يتبع لها المكلف. القرار نص على استلام لصاقات رمز الاستجابة السريع QR وفق الأعداد التي يتطلبها عمل منشآتهم ولمدة شهر على الأقل، وإلصاقها على دفاتر الفواتير الخاصة بهم. عقد اتحاد شركات شحن البضائع الدولي في سوريا اجتماع الهيئة العامة السنوية، وتم خلال الاجتماع مناقشة واقع عمل الاتحاد والصعوبات التي تواجهه وخطة عمله القادمة. وتطرق الاجتماع لمناقشة ميزانية الاتحاد والرسوم وأجور البريد وارتفاع أجور الشحن دوليا، وخاصة الشحن الجوي والبحري والأسعار والمعابر الحدودية. وأكد عمار كمال الدين معاون وزير النقل أهمية التنسيق بين الجهات لدعم قطاع الشحن بكوادر ووسائط برا وبحرا وجوا، وخاصة أن هناك حاجة في سوق العمل السورية وما يوفره من مكاسب مادية وتشغيل واستثمار وتفعيل لقطاعات الشحن بمختلف مهنه. بدوره منذر ونوس مدير عام الهيئة العامة للضرائب والرسوم أكد على آلية الربط الإلكتروني وتحقيق العدالة الضريبية وتنظيم ذلك والتعاون والتنسيق والتواصل الدوري لأي تحديثات تطرأ. وقدم المشاركون مقترحات وطروحات تلبي المرحلة، وتم التركيز على تلبية الحاجة المتزايدة لقطاع الشحن وحل بعض العثرات التي تحد تطوره. دورنا نحن طبعا في اتحاد اليوم الاجتماع الهيئة العامة لاتحاد شركات الشحن الدولي، طبعا بنطلع على تقاريرهم السنوية على نشاطاتهم على مشاكلهم على الصعوبات اللي بيعانيها هذا القطاع في مختلف مكوناته مع جمعية مكاتب الشحن كمان والزملاء الحاضرين، إضافة أنه طبعا دعينا مدير عام هيئة الضرائب والرسوم السورية للوقوف على الربط الإلكتروني ما بين الهيئة ومكاتب الشحن وشركات الشحن حتى يكون هناك في عدالة ضريبية ما ينظلموا شركات الشحن خلال عملهم والمكاتب. اجتماع سنوي نحن للاتحاد فيه تقرير المالي للاتحاد، بيحضروا أو بيرعى أو بيرأسوا عادة الوزير أو معاون الوزير ليطلع على منجزات الاتحاد ومشاكل الاتحاد والسلبيات وإيجابيات القوانين المفروضة في البلد. نحن كلنا بنعرف أن قطاع الشحن هو قطاع بيتألف من جزئين، شيء له علاقة بالشيء الدولي وشيء له علاقة بالشيء المحلي. الشيء المحلي مشاكله هي محلية مثل باقي القطاعات الثانية، بينما الشيء الدولي مشاكله متعلقة بالقرارات الدولية والقيود الدولية. فنبتهل نحن الجمعية كالفرصة بحضورنا للهيئة العامة مشان نشارك الهموم والشجون اللي عم يحكوا فيها. نعرض التقرير المالي
اللي المفروض توافق عليه الهيئة العامة مع وزارة النقل. شرفنا بالاجتماع السيد منذر ونوس رئيس أو مدير هيئة الضرائب والرسوم للإجابة على شركات الشحن واستفساراتهم، كونه تم تطبيق نظام الفوترة والربط الإلكتروني لشركات الشحن مع وزارة المالية. لاحظنا أن هيئة الضرائب هي يعني مهتمة جدا بتسهيل الأمور، يعني كنا مخوفين جدا، لكن الحقيقة أنه أنا لاحظت أنه الأمور سهلة، لكن بدها تدريب لأنه هذا شيء جديد على كل قطاعات الشحن في سوريا. أهلا بكم من جديد. أكد البنك المركزي العراقي أن احتياطه النقدي تعدى 160% من قيمة الدينار، حيث بلغت قيمة الدينار العراقي أكثر من دينار ونصف، متجاوزا 90 مليار دولار لأول مرة. وذكر مستشار البنك المركزي إحسان الياسري أن هذا الرقم كبير جدا ويؤشر حائط صد لتعافي الاقتصاد وإسنادا كبيرا لقيمة العملة العراقية. وأضاف الياسري أن العملة العراقية تشهد الآن ارتفاعا وتعافيا كبيرين، حيث تعد من العملات الدولية القوية رغم أنها ليست عملة دولية للتداول. أكدت السفارة الروسية في واشنطن أن موسكو لا يساورها أدنى شك في أن الطلب على النفط الروسي في السوق العالمية سيستمر حتى بعد فرض سقف لسعره من قبل بعض الدول. وقالت السفارة في بيان لها إن هذا التصرف سيعزز حالة عدم اليقين وارتفاع التكاليف على مستهلكي المواد الخام، كما لا يوجد أي بلد محصن الآن من فرض سقف على صادراته لأسباب سياسية، مشيرة إلى أنه بتنفيذ مثل هذه الخطوة تحاول الدول الغربية تعديل المبادئ الأساسية لعمل الأسواق الحرة وفقا لمصالحها وغاياتها، فيما تكتم حقيقة أن الاختلافات الحالية في مجالات الطاقة هي نتيجة لتصرفاتها المتهورة. إلى ذلك، قالت روسيا إنها ستواصل البحث عن مشترين لنفطها رغم ما وصفته بالمحاولة الخطيرة من الحكومات الغربية لفرض حد أقصى لسعر صادراتها النفطية. هذا وكان قد اتفق تحالف من الدول الغربية بقيادة دول مجموعة السبع على وضع سقف لسعر النفط الروسي المنقول بحرا عند 60 دولارا للبرميل، بهدف الحد من إيرادات موسكو ومن قدرتها على تمويل الحرب في أوكرانيا. فيما قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومسؤولون في الكرملين مرارا إنهم لن يوردوا النفط للدول التي تطبق سقف الأسعار. وفي سياق متصل، قالت وكالة كيودو إن سلطات اليابان تخشى من تدابير جوابية روسية بعد اتفاق مجموعة السبع وأستراليا على فرض سقف لسعر النفط الروسي. ووفقا للوكالة، تعتقد حكومة اليابان أنه إذا قامت روسيا بتقييد تصدير النفط الخام إلى البلدان التي انضمت إلى العقوبة الجديدة، فإن الأسعار العالمية سترتفع مرة أخرى وسط تفاقم الوضع مع العرض والطلب، وهذا بدوره قد يكون له تأثير سلبي على الاقتصاد الياباني الذي يتعرض بالفعل لضغوط بسبب الاتجاه العالمي نحو ارتفاع أسعار الموارد والسلع. ويشار إلى أن اليابان استوردت العام الماضي نحو 34 مليون برميل نفط من روسيا، وهو ما يمثل 3.6% من إجمالي حجم مستورداتها النفطية. إلى هنا مشاهدينا وتنتهي أخبارنا الاقتصادية، شكرا للمتابعة.